أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقويم تحكيم مباراة بيراميدز مبكرا وعلى غير المعتاد. يقود المباراة تقويم تحكيم يوناني مكون من سيدري بولوس أنستاسيوس الشهير بتاسوس. يعاون تاسوس كل من كوستراس بوليكرونيس مساعد أول وديمترياديس لازاروس مساعد ثاني بجانب ديامانتوبوليس أريستيتوليس حكما رابعا. يتواجد في غرفة الفيديو إيفانجيلو أنجيلوس حكما لتقنية الفيديو ومانتوشوس إيفانجيلوس مساعدا له. أبرز المعلومات عن تاسوس حكم مباراة الزمالك وبيراميدز. يبلغ من العمر 42 عاما، بدأ التحكيم منذ عام 2001، بدأ التحكيم في الدرجة الأولى عام 2009، أصبح حكما دوليا منذ 2011. أدار تاسوس العديد من المباريات في مختلف البطولات سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، كما أدار أكثر من مباراة سواء في تصفيات كأس العالم وأخرى في دوري الأمم الأوروبية بجانب كأس العالم تحت 17 عاما. أدار تاسوس أيضا العديد من المباريات في الدوري السعودي، وظهر تاسوس في الدوري السعودي 15 مباراة بواقع 6 مباريات موسم 2018-2019 ومثلها في موسم 2019-2020، فيما خاض 3 مباريات في موسم 2021-2022. مواجهة الزمالك وبيراميدز ليست الأولى لتاسوس في الدوري المصري. سبق لتاسوس الحكم اليوناني إدارة مباراة في الدوري المصري وكانت بين الزمالك والإنتاج الحربي في موسم 2018-2019 بالجولة 31 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. أدار تاسوس مباراة ودية لمنتخب مصر أمام منتخب بلجيكا عام 2018، خسر منتخب مصر في تلك المباراة أمام بلجيكا 3-0 وأشهر في هذه المباراة 3 بطاقات صفراء. خاض تاسوس بشكل إجمالي 323 مباراة في جميع البطولات التي شارك فيها. أشهر تاسوس خلال جميع المباريات 1598 بطاقة صفراء و39 طرد مباشر و58 إنذار ثاني مؤد للطرد، فضلا عن احتسابه ل90 ركلة جزاء. أدار تاسوس في الموسم الماضي 26 مباراة سواء في الدوري اليوناني أو دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى الدوري السعودي ودوري المؤتمر الأوروبي. وخلال 26 مباراة أشهر تاسوس 129 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء وثلاث بطاقات صفراء ثانية مؤدية للطرد، فضلا عن احتسابه لثمانية ركلات جزاء.